معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين السيد نقيب محمد فوزي المحلل الأمني والعسكري. مرحبا بك سيد محمد. بداية اليوم العبادي قال إن الحرب على ما سماه الإرهاب ما زالت مستمرة، يعني ألا يتناقض هذا التصريح مع إعلانات النصر السابقة؟ لك سيدي وللمشاهدي الكرام، حياك الله. سبق وان ذكرنا سيدي الكريم بان اعلان الانتصارات التي حدثت في المعارك السابقه هي حقيقه كانت استهلاك الاعلامي، وكانت لها استخداماتها الاعلاميه والانتخابيه وللترويج والتحشيد الناس. لكن على ارض الواقع حقيقه العمليات ما زالت مستمره منذ تلك اللحظه والى اليوم، وشاهدنا هنالك كمائن تقع فيها القوات الحكوميه، وهنالك مناطق ما زالت مناطق كبيره خارج عن سيطره القوات الحكوميه، الجيوب ما زالت متواجده لتنظيم الدوله، وهنالك حركه حقيقه وعدم وجود قدره استخباراتيه قويه لدى القوات الحكوميه لاحكام السيطره. فاذا نحن نتحدث عن ملفين منفصلين، الملف الاول الاستهلاك الاعلامي، والملف الحقيقي الواقعي على الارض بان العمليات فعلا ما زالت مستمره. لجنة الأمن والدفاع النيابية وصفت هذه دعوات سحب القوات الأجنبية بالمزادات الإعلامية. إلى أي مدى تمتلك الحكومة في بغداد أمر وجود القوات الأجنبية في داخل العراق؟ هو حقيقة الكل يعلم بأن القوات الأمريكية وحتى القوات الإيرانية وغيرها حلفاء الأمريكان يتحركون بدون مشورة القوات بدون مشورة الحكومة العراقية، التصريحات متناقضة. وزير الدفاع الأمريكي يقول بأننا نعد خطة لبقاء القوات الأمريكية لأمد بعيد، الإيرانيين يصرحون بأن رئيس الوزراء القادم هو جندي عد قاسم سليماني، والموقف مع القوات التركية توقف منذ الأزمة الإقليم وبغداد. فلا توجد معطيات ولا توجد أي حقائق على الأرض تدل بأن الحكومة سعت بهذا الاتجاه أو تريد حقيقة إخراج هذه القوات. لكن سيد الكريم، بما أننا في موسم انتخابي فبالتأكيد اليوم سوف نسمع مثل هذه المزايدات، سوف نسمع تصعيد بهذه اللهجة، خلق محاولة خلق أزمات، خلق فتن لمصادرة رأي الناس والتأثير على رأي يعني المواطن العراقي. تقرير لموقع فايس نيوز الأمريكي كشف أن قيادة القوات الكندية الخاصة قامت بمهمات متعددة في العراق، طبعا كانت سرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بالتعاون مع شركات أمنية وأشهرها شركة التي كانت تسمى بلاك ووتر سيئة الصيت. لماذا برأيك سيد محمد فوزي اللامي يتم هذا التعتيم، وما الغاية من الاستعانة بهذه الشركات الأمنية الخاصة في العراق؟ هو القوات الكندية هي ليست الوحيدة التي تقوم بعمليات سرية. رئيس لجنة الأمن والدفاع قبل أيام صرح بأنه هم لا يعلمون بواجبات القوات الأمريكية التي تقوم فيها في بعض القواعد في المناطق الغربية والشمال كقاعدة عين الأسد وما يجري في كركوك. فالقوات الحكومية الحكومة اليوم فقط سيطر على هذه القوات، ليست فقط القوات الكندية، لكن العمليات التي تجري اليوم بسرية وبالتعاون مع شركات مطلوبة دوليا وشركات عليها قضايا ضد حقوق الإنسان حقيقة يعني هو يجري من خلال نافذة الاستخفاف بحقوق العراقيين، استخفاف بحقوق المدنيين، وأن هنالك لا توجد حكومة قادرة على مقاومة هذه القوات وهذه الشركات، ولا توجد حكومة قادرة على حفاظ أمن المواطن ودماء المواطنين. فبالتأكيد أصبحت اليوم الأمور شبه سائبة، والدم العراقي أصبح شبه سائب بيد هذه القوات وهذه الشركات. أشكرك شكرا جزيلا هاتفيا من برلين السيد محمد فوزي اللامي المحلل الأمني والعسكري.